الصفان كتب خطبة صنعت شطر حربي بالركن عجمي دكاني اللي سطرنا عن تقلدي يا طبيب لا تعيس بالمنك شلا يحصي غبك من تصاور بالسوشول نعجيه بالسكر والفض معرض ولسان مضى من سياب في الشطاء والصوت يرميك على المايا والنغايم الرباب بالطبع والمعنى والرمز والعبار والرمل ياتيني من عندهم بالجواب كل ما يتمنى نعطيه في البشار كل من ياتيني من عندهم جوا كل ما يتبنى نعطيه في البشار البرندات والصفايات والحضارات والسلاق تتبع ضبيات والبصر والجوامع بالمقصورات والطويلة وصوامع بالصبح الدبش والمزمور والحجب بحجب وكلات تحت خلات والحياطي بالصرب الدبش والمنعود عم غرصت عرصات بالنخل والواور والدارقود عم الممونيات والخصص يسيبوا بيد البنود وزدت كلهم يعوم وعوم الهود سيد من بر الخطبة يبين بحراف وخطي بيعيق مثلا وتجرى سيد بيا وشبلا وسيدنا للعدا بالمخلب بيدق بالغدا كل من ياتيني من عندهم بالجوا كل ما يتمنى نعطيه بالبشار كل من ياتيني من عندهم بالجوا كل ما يتمنى نعطيه بالبشار بالذهب تورخ تورخ بيد نساخ في المعنى رساخ بسمي النام صنعت الطاخ سيف الرقاق بالادب شهدوا له الشياخ واجب يزور كيف يشبهوا له الطاخ سيف الرقاق من القعب الرقاق يمساخ يصير من زور جريب خانة الدموع بسيوف باميزين منعطيه سرقه لو يجدد بعد الفنشير مش بامور بخاف الطبع والمعنى بحر وشميخ ايه طيب وفارس عبد العزيز.